الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجنب المنطقة عواقب التصعيد. وزير الخارجية يطلع نظيره الإيراني على اتصالات مصر لتفادي توسيع رقعة الصراع في المنطقة ويحذر من تأثر السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ومدبول يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي التعاون المشترك ويشهدان توقيع اتفاقيتي إنشاء محطة إنتاج الكهرباء منطقة الرياح بخليج السويس. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الذي أشاد بدور مصر في جهود الوساطة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس ماكرون للسيد الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة. وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكدا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار، ومنوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة حل الدولتين كمفتاح لحل الصراع الدائر، وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تسفر جولة القاهرة المرتقبة لمحادثات التهدئة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تطابقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن أهالينا المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستعقد هنا في القاهرة، بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين.
كما شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد، وأكد عبد العاطي على مناقشة عدد من القضايا الملحة في المنطقة والقرن الإفريقي مع الجانب الفرنسي. اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف، وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل. كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا. نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم، ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون. وجه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر على أنها دولة مهمة للغاية في المنطقة. وثمن سيجورني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي ثمن الجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتزام مصر كوسيط لوقف إطلاق النار في القطاع. هذه المرحلة الأخيرة لي في مصر تبين أهمية شراكتنا وتكلمت عنها معالي الوزير، وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية. معالي الوزير، سوف ألخص رسالتي بثلاث نقاط. رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة. أول رسالة الأولى، نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبذلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، تكلمت عن هذا معالي الوزير، ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عملا كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون، وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزاويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية، وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، مشيرا إلى أنها لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني علي باقري، حيث أكد عبد العاطي أهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مصر لن تألو جهدا لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني. من جهته أعرب باقري عن تقديره للجهود المصرية الحالية لوقف الحرب في غزة، ومؤكدا على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين، أحدهما بجراح طفيفة والآخر بجراح حرجة، في هجوم صاروخي على موقع عسكري بالقرب من بلدة مسكاف عام بالجليل الأعلى.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو منطقة حدودية. كان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف تموضع لجنود الاحتلال، كما أعلن استهداف مستوطنة إيلية حشار للمرة الأولى، فضلا عن إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل الأعلى، وهو ما أسفر عن اندلاع حرائق في مساحات واسعة من شمال إسرائيل. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه أن فريقه التفاوضي أبدى تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المحتجزين في قطاع غزة. وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن الفريق التفاوضي أشار إلى إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي، والذي يستند إلى إطار 27 من مايو الماضي. وأبدى مكتب نتنياهو أمله في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجه. تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات فورا، منتقدين بشدة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في المقابل، اتهمت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الغربية بتوفير الغطاء والوقت اللازم لحكومة بنيامين نتنياهو للمضي قدما في حملة الإبادة الوحشية في قطاع غزة. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى مغادرة مربع الصمت والاطلاع بمسؤوليتها بحماية المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف هذه الجرائم الوحشية ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيلية. أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال لمنطقة الزويدة في وسط قطاع غزة إلى 16 شهيدا إلى جانب إصابة العشرات. كما تم قصف مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد 6 من المواطنين بينهم طفلان. كانت مصادر طبية أفادت باستشهاد أكثر من 21 مواطنا في غارات للاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم. هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 40,074 شهيدا و 92,537 مصابة. يأتي هذا فيما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة. ونشر جيش الاحتلال منشورات على مخيم المغازي مطالبا النازحين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعى بأنه منطقة إنسانية آمنة. كان الاحتلال قد أصدر أوامر بإخلاء المناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حنون. وقال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة.
أعلنت السلطات الصحية في غزة إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بشلل الأطفال في قطاع غزة، والذي تقول الأمم المتحدة أنه كان خاليا من هذا المرض منذ 25 عاما. انضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للمطالبة بهدنتين إنسانيتين لتلقيح أكثر من 640 ألف طفل دون 10 ضد شلل الأطفال. لم يعد غريبا أن تسجل السلطات الصحية في غزة أول حالة إصابة بشلل الأطفال في القطاع، بل الأكثر إدهاشا أن تكتشف حالة واحدة فقط لطفل عمره لا يزيد عن 10 أشهر في مكان تم تفريغه عمدا من كل مقومات الحياة وتعبئته بكل مقومات الموت والدمار. فما بين نقص الغذاء الذي وصل إلى حد التجويع وما يعقبه من تدهور الوضع الصحي للمدنيين ونقص احتياجات النظافة الأساسية وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، كل هذا خلق بيئة حاضنة للعديد من الأمراض والأوبئة، وأولها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال. المحزن أن وكالة الأونروا صارت لا تطمح إلا لهدنة ولو لمدة 7 أيام للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وجددت مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية سرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فورا على قطاع غزة والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما السلطات الصحية في غزة فقد وجهت نداء عاجلا لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية. وأكدت السلطات أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير 1,200,000 جرعة من تطعيم شلل الأطفال من النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. هذا وما زال الفلسطينيون يقاومون جميع أشكال الحروب من القتل والترهيب والتشريد والتجويع وسط عالم سد أذنيه عن سماع استغاثاتهم وتكالبت عليهم جميع الظروف، ولكنهم على الرغم من كل هذا لا يزالون صامدين، ولا غرابة فهم الشعب صاحب الأرض. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة. وخلال ترأسه اجتماعا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة، وجه المستشار جبالي الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن ما بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلو الأحزاب السياسية. لا شك أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف منا جميعا نحو تحقيق المصلحة العامة. مصر بتضامن جميع مؤسساتها وجهود أبنائها المخلصين وتحت قيادة وبدعم من سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موعد في القريب العاجل بإذن الله مع إصدار قانون جديد في مجال الحقوق والحريات، وهو قانون الإجراءات الجنائية اللي بيحمل في طياته نقلة حقيقية وطفرة
غير مسبوقة في هذا المجال. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقاً مع أحكام الدستور المصري وأحكام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، أيضاً متسقاً مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وما يتعلق مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذا مشروع مهم وهذه بادرة طيبة، وبإذن الله يعني في دون عقد القادم نكون أمام إخراج مشروع قانون مهم للدولة المصرية. مشروع قانون كان آخر مرة اتعمل بشكل كامل كان سنة 1950، يعني حتى قبل ثورة يوليو، وبالتالي هنا بتيجي أهمية هذا المشروع وضرورته ليواكب المستقبل ويواكب الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية سلطان الجابر لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مختلف القطاعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ما تم مناقشته وطرحه من موضوعات وملفات خلال الاجتماع السابق، عملت مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي بشكل تفصيلي أكثر على هذه الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء منطقة الرياح بمنطقة خليج السويس ما بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات مصدر إنفينيتي، ذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك اقتناعا تاما بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية المقامة بتسليم عدد من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات المنفذة بمدينة العالمين الجديدة. وسلم رئيس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بالمرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة بالأبراج الشاطئية والحي اللاتيني والداون تاون وسكن مصر. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العالمين الجديدة التي تم البدء في تسليمها لحاجزيها اليوم ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة. وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجولة إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وجعلها نقطة جذب عالمية، مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح بمدينة العالمين الجديدة، سعيا لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن جهود الدولة استطاعت تغيير مدينة العالمين الجديدة من مدينة ألغام وصحراء قاحلة إلى مدينة متكاملة في الخدمات طوال العام. وأكد رئيس الوزراء على ربط مدينة العالمين بشبكة نقل ومواصلات منها القطار الكهربي حتى تصبح مقصدا سياحيا عالميا. قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة يعني صحراء قاحلة، كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية. فبالتالي الحمد لله إن احنا يعني نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليه هذه المنطقة. أعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت إن الإنسان المصري قادر على كل شيء. أضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مدينة العالمين الجديدة هي لكل المصريين، مشيرا إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لكل الفئات. وأكد مدبولي أن المدينة بخدماتها المتكاملة متوفرة لجميع الشرائح. احنا ما بنعملش مدينة صيفية، احنا بنعمل مدينة هتشتغل طول السنة، مدينة متكاملة. مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة ان كنا بنخصص اراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية او قرى يعني سياحية للفئات معينة. لا، احنا بنتكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة، بدءا من المنطقة الصناعية، الخدمات الادارية، التعليمية، الصحية، السكنية، كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي اي مدينة تشتغل على مدار ال 12 شهر في السنة. قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية. في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بكافة المجالات العلمية الحديثة، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دورات جديدة من الهيئات التابعة لوزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعي للدورات، والذي أظهر مدى ما وصل إليه المتدربون من مستوى متميز على يد نخبة من المتخصصين في مجالات عملهم. كما تم عرض الموقف التدريبي الذي تضمن شرح برنامج الدورات وما اكتسبه المتدربون من مستوى علمي ومعرفي، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة. وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر في تدريب وتأهيل العاملين بوزارة النقل، وذلك من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتي مؤهلة بالعلوم الحديثة بما يواكب التطور التكنولوجي المتلاحق في مختلف المجالات. أنا فعلاً سعدت جداً 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 بفكرة البحث وبأسلوب تناول هذه الفكرة. البحث بيظهر فعلاً تعاون وزارات الدولة وأجهزة الدولة المختلفة في تحقيق الأمن القومي. فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر لتخريج أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وأعرب الدارسون عن شكرهم للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام خلال فترة التدريب. أتوجه بخالص الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية وعلى الدور العظيم اللي بيقوموا فيه في إعداد الشباب وإعداد جيل المستقبل. قدرنا كمان إن احنا على الجانب العلمي والثقافي إن احنا ندرس بعض العلوم اللي هتفيدنا في مجال شغلنا. اتعلمت حاجات كتير طبعا، أهمها إزاي أكون قائد في مكاني بغض النظر أنا هكون في يعني وظيفتي هتكون إيه، وأحافظ دايما على علاقتي بالمرؤوسين، وده بالنسبة لي حاجة مفيدة ليا كالميدان بتاعي اللي هو في الموقع، إن شاء الله هتكون دافع ليا كبير. استفدت إن أنا دوري كشغلي يعني مرتبط بالأمن القومي بتاع وطني، يعني مش عشان أنا مثلا شغالة في مجال
احس ان هو منفصل عن الامن القومي، لا انا دوري ليا دور وبيأثر على الامن القومي كمان، ان شغلي كمان مرتبط بالوزارات التانية. كل هيئة على حسب التخصص سواء مدني او اتصالات او عمارة كان بيجي لنا مدربين عشان نقدر نواجه سوق العمل بعد كده. وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتكريم اوائل الدورات تقديرا لتميزهم في اداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارتي النقل والمالية. مشاهدينا، أخبار التاسعة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. أوكرانيا تعزز موقعها في كورسك الروسية، وروسيا تتهم كييف باستخدام صواريخ غربية في هجماتها على أراضيها. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الجيش يعزز مواقعه في منطقة كورسك بعد أكثر من 10 أيام على بدء هجوم كبير شنته القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية. جاء ذلك غداة اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر سيم الذي يمر عبر منطقة الحدود. وشن الجيش الأوكراني عملية مفاجئة داخل روسيا في 6 أغسطس معللا السيطرة على عشرات القرى في أكبر هجوم عبر الحدود على الأراضي الروسية. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمارس. وأوضحت الخارجية الروسية أن تلك الصواريخ تسببت في تدمير جسر فوق نهر في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين. محتملة كانت ولكنها باتت في مهب الريح مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد التوغل الأوكراني في العمق الروسي في كورسك. في 3 أشهر فقط تحولت كييف من الدفاع إلى الهجوم مدعومة بوصول الذخيرة والسلاح، مما قد يغير مسار الحرب والسلام في أوكرانيا. ووفقا لكييف، هجوم كورسك سيمنحها خطابا مختلفا يشوبه النصر سواء مع الشركاء أو في الشارع الأوكراني، كما أنه قد يجبر الكريملين على التفاوض. وتأمل كييف أيضا في استخدام أسرى الحرب الروس في عملية تبادل أسرى، والأهم من ذلك قد تدفع العملية الكريملين إلى إعادة نشر بعض قواته من جنوب وشرق أوكرانيا، مما يخفف الضغط على الجبهة الأوكرانية في الداخل، وهو ما رفضه الرئيس بوتين. لا يزال الهدف النهائي من عملية كورسك غير واضح تماما على الرغم من الخطوات الأوكرانية على الأرض، بما في ذلك إعلان منطقة عسكرية وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين. إلا أن تقارير روسية تشير إلى أن التقدم السريع للقوات الأوكرانية في كورسك تحقق بفضل معدات حرب إلكترونية قطعت الاتصالات الروسية وسمحت بتقدم سريع للآليات داخل المناطق الروسية مدعومة بهجمات من الطائرات المسيرة وحماية الدفاع الجوي. وهذا يعكس أن كييف حصلت على مساعدة لوجستية واستخباراتية قوية من جانب الغرب. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هيمرس لتدمير جسر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، مما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا يحاولون إجلاء مدنيين. الحرب بين موسكو من جهة وكييف وحلفائها من جهة أخرى قد تشهد توسعا بعد احتدام الصراع في داخل روسيا. إلى ذلك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق خارج المحطة، مما عرض موظفيها الذين يستخدمون الطريق للخطر. هذا وسيطرت روسيا على محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا بعد وقت قصير من بدء عملياتها العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا في فبراير لعام 2022. وتبادلت موسكو وكييف مرارا الاتهامات بتنفيذ محاولات تخريب تستهدف أنشطتها.
يعقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية اجتماعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا، ذلك بالتزامن مع جولة نائبة الرئيس كامالا هاريس في عدد من الولايات الحاسمة. وتظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا في المنافسة، حيث تحسم الولايات المتأرجحة خاصة بنسلفانيا النتيجة وفق نظام المجمع الانتخابي الأمريكي. وقد خسر ترامب الولاية بفارق ضئيل أمام بايدن في 2020، لكنه يتمتع بدعم قوي في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة. أفادت مصادر في الحكومة اليابانية أن وزارة الدفاع تدرس طلب ميزانية قياسية تتجاوز 8 تريليونات ين، بما يعادل 54 مليار دولار للعام المالي 2025. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القول بأن الطلب للعام المالي الذي يبدأ في أبريل من العام القادم سيضمن تكاليف الحصول على طائرات بدون طيار هجومية لأمن سلسلة جزر نانسي الجنوبية الغربية، والتي تعد مهمة استراتيجية لقربها من تايوان. تفقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض مركز السيطرة على الطوارئ والسلام العام بديوان عام الوزارة. وأكدت من العوض اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مشيرة إلى أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات. التقى وزير الطيران المدني سامح الحفني نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا عمر عريقط، وتناول اللقاء استعراض التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل الجوي العالمي، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها شركة مصر للطيران لتعزيز أسطولها الجوي بأحداث الطرز العالمية خلال الفترة القادمة. أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن وزارته تبذل كافة الجهود لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية بالصفوف الدراسية المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع محافظ الشرقية حازم الأشموني لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. كما شهد اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية والعجز في عدد المعلمين وجذب الطلاب للمدارس، بالإضافة إلى ضمان انضباط سير العملية التعليمية. في إطار زيارة محافظة الشرقية قام الوزير بجولة تفقدية لمدرستي الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي والتابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، ومدرسة الزقازيق الثانوية بنات والتابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد ينضم إلينا فيها مصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا رجاء رمزي، شكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطتنا وجولتنا في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. أصدرت وزارة المالية عرضاً معلوماتياً توضيحياً بعنوان المواطن أولاً في السياسات المالية. أكدت الوزارة أنها تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة أوجه الإنفاق عليها.
أشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي، ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان. أوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف كذلك الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحات مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في مصر جيرمان هوبكنز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها. أكد وزير الموارد المائية والري أهمية مشاركة اليونيسيف في فعالية أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من المشاركين، خاصة مع عقد أسبوع المياه الإفريقي التاسع بالتزامن مع أسبوع القاهرة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تنفيذ الخطة التوسعية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبيكو، والتي تضم عددا من المشروعات الجديدة كمشروع خفض الانبعاثات، والذي يمثل تطورا إيجابيا في مجال الإنتاج الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس للجمعية العامة العادية للشركة، وقد أشار بدوي لدعم الوزارة الكامل لهذه المشروعات وأعمال تنفيذها، موجها الشكر لإدارة الشركة والعاملين على الجهود المبذولة للوصول بهذه التطورات الإيجابية إلى مستوى عال من الكفاءة. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بجولة ميدانية في شركتي مصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة الزجاج والبلور بمحافظة القليوبية التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية. أكد شيمي أن الوزارة حريصة على تنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية التابعة لها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها المتاحة في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بنحو 2% وتراجع خام برنت ما دون 80 دولار للبرميل، وذلك وسط تراجع لتوقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين أكبر مستوردي النفط في العالم. تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ليصل ويحقق ما قيمته 79 دولار و 68 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.9% لتحقق 76 دولار و 65 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل وتحقق ما قيمته 2.34 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 3.37% لتسجل 2.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نمو اقتصاد البلاد للنصف الأول من العام لم يتجاوز 6%. أوضح المعهد الوطني أن اقتصاد تونس نما بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري، ذلك على أساس سنوي. ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب في الصين إلى 17.1% في يوليو الماضي في أعلى مستوى في هذا العام. كشفت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين الشباب ما بين 16 و24 عام مقارنة ب 13.2% في شهر يونيو. من جهته دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ المسؤول عن السياسات الاقتصادية للإصغاء للشركات المتعثرة ومعالجة صعوباتها.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع رجائي وهبة. شكرا جزيلا مصطفى. أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أنه تم تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدر القردة منذ مطلع العام في إفريقيا، من بينها 1200 حالة في أسبوع واحد. وأشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، مؤكدا أن هناك 541 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة. أضاف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد مركز انتشار الوباء شهدت جميع الحالات المسجلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة. تم تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة وذلك منذ بداية 2024. مشاهدينا أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الجولة الرياضية. مصطفى ميزار مرة أخرى. شكرا من جديد هبة حسين، شكرا رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في ثاني جولاتنا أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. اختتم منتخب مصر كرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني معسكره التدريبي المغلق بالأسكندرية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة والتي ستقام في مصر في الفترة من 19 حتى 26 من أكتوبر القادم. أكد المدير الفني مصطفى لطفي أن الجهاز الفني يعمل بشكل مكثف في الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى للاعبين قبل انطلاق البطولة المؤهلة إلى كأس العالم المقبل. كما استقر لطفي وجهازه المعاون على خوض عدة مباريات ودية مع منتخبات إفريقية خلال الفترة القادمة وفقا لخطة تجهيز الفراعنة للبطولة الإفريقية. تجرى الآن مباراة الأهلي ومودرن سبورت على استاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. يتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 4 لقاءات، ولحساب نفس الجولة يواجه الزمالك بلدية المحلة على ملعب السلام. يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، أما بلدية المحلة فهبط رسميا إلى القسم الثاني بعد الهزيمة من الجونة في الجولة الماضية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة الرياضية، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع رجائي وهبة. أشكرك مصطفى. أعلنت إدارة الإطفاء بالعاصمة البريطانية اندلاع حريق في مبنى سوميرست هاوس الشهير بوسط لندن. وذكرت إدارة إطفاء لندن أنه تم نشر 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل من رجال الإطفاء في موقع الحادث للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن السبب وراء الحريق الذي يعتقد أنه شب في سطح المبنى التاريخي ما زال غير معروف. ويقع مبنى سوميرست هاوس على ضفاف نهر التايمز، وكان قديما هو عبارة عن قصر ملكي والآن أصبح مركزا للفنون والثقافة والترفيه. أخبار الطقس. توقعات خبراء الطقس ومصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا مرة ثالثة رجائي وهبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر راتب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل الحرارة راتب على أغلب الأنحاء ليلا، معتدل الحرارة راتب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. نبدأ هذا من محافظة القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، والجو فيه حار في الأسكندرية 33 24، والجو حار في مطروح 32 25، الجو حار في بورسعيد 34 27، والجو حار في الإسماعيلية 38 25، والجو أيضا في الإسماعيلية حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والجو حار في العريش 36 25، والجو أيضا حار في طابة 37 27، الجو حار في شرم الشيخ 40 31، والجو شديد الحرارة في الغردقة 40 30، والجو أيضا شديد الحرارة. بالنسبة لمحافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29، والجو شديد الحرارة في أسوان 44 والصغرى 30، والجو أيضا شديد الحرارة في الوادي الجديد 43 27، والجو حار في شلاتين 41 31، والجو في شلاتين أيضا يتصف بالحرارة. وأخيرا في حلايب 37 21، والجو حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. Again, a series of radio signals that are beamed back and forth between the Progress and the Zvezda service module. Progress now about 8.5 meters away. Six meters, 0.12 and closing. Last funnel. Copy. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية جولتنا في نشرة التاسعة، والختام وعناوين النشرة مع رجائي وهبة من جديد. أشكرك مصطفى. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اغتنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والوصول إلى اتفاق يجنب المنطقة عواقب التصعيد. وزير الخارجية يطلع نظيره الإيراني على اتصالات مصر لتفادي توسيع رقعة الصراع في المنطقة، ويحذر من تأثر السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
مدبولي يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي التعاون المشترك ويشهدان توقيع اتفاقيتي إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. إلى الملتقى.